بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب فيكم أعزائنا الطلاب في حلقة جديدة من دروس الجغرافيا للصف الثاني عشر الأدبي، وراح يكون عنوان حلقتنا إن شاء الله اليوم مشكلة الغذاء. في هذه الحلقة راح نتكلم اليوم عن إحدى القضايا البيئية، وراح نتناولها في التفصيل إن شاء الله، لكن بعد فاصل قصير. نرحب فيكم أعزائنا الطلاب من جديد، ونذكركم أن عند دراسة أي قضية من القضايا البيئية لابد أن نتطرق إلى أربعة محاور رئيسية. المحور الأول مفهوم القضية، المحور الثاني مظاهر القضية، والمحور الثالث أسباب القضية، والمحور الرابع طرق العلاج. وعنوان حلقتنا اليوم راح يكون مشكلة الغذاء، وهي إحدى المشكلات البيئية الهامة. في هذه الحلقة راح نتعرف عليها عن قرب، تابعونا. ماذا يمثل هذا الشعار؟ هذا الشعار يمثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، واختصارا لها سميت بالفاو. نتعرف عليها. تأسست في 16/10 لعام 1945 في مدينة كوبيك، وفي عام 1951 إلى عام 2006 أصبحت تضم 140 عضو مشارك. تحتفل منظمة الأمم المتحدة بيوم الغذاء العالمي في 16/10 من كل عام، وفي كل عام لها شعار وعنوان يدل على أهمية هذه المشكلة، والهدف من هذا اليوم هو يوم توعوي لبيان أهمية مشكلة الغذاء. لاحظ مع بعض شعار يوم الأغذية العالمي، ومثال على ذلك نشوف هذا الشعار. فهذا الشعار يمثل شعار ليوم الغذاء العالمي لعام 2007، والعنوان كما هو واضح الحق في الغذاء لنجعله حقيقة واقعة. ودعونا نتابع أعزائي الطلاب هذه الخريطة للتوزيع النسبي للجوع. نلاحظ تدرج الألوان، وهذه كلها تعني أن هناك فعلا مشكلة جوع في العالم، وهي دليل على أهمية مشكلة الغذاء. فلاحظ تدرج الألوان، حيث يمثل اللون الأحمر حدة نسبة الجوع في هذه الدول في أفريقيا وجنوب آسيا، ومن ثم تتدرج الألوان وصولا إلى اللون الأخضر، وهي أقل الدول معاناة من هذه المشكلة، وهي مشكلة الجوع. ونلاحظ من الخريطة أن أكثر القارات تضررا من مشكلة الجوع هي أفريقيا وآسيا كما هو واضح. والقارة التي لا تعاني من مشكلة الغذاء كما هو مبين عندكم أعزائي الطلبة قارة أمريكا الشمالية. لنتعرف على مجموعة الغذاء الأساسية. ألف الكربوهيدرات، وهي تشمل السكريات والنشويات، وهي وظيفتها تزويد الإنسان بالطاقة. باء البروتينات، سواء كانت بروتينات حيوانية أو نباتية، ومهمتها بناء خلايا الجسم للإنسان. الفيتامينات والأملاح، وهي مهمتها وقائية، تقي الإنسان من الأمراض. وأي نقص واضح في هذه العناصر الثلاثة وخاصة الفيتامينات والبروتينات تؤدي إلى وجود مشكلة غذاء. والآن عزيزي الطالب، ما هو المقصود بمشكلة الغذاء؟ مشكلة الغذاء هي نقص واضح في كمية الغذاء. ماذا نقصد بمشكلة الغذاء؟ هي حدوث نقص واضح في كمية الغذاء ونوعيته عن المعدلات المقبولة التي يمكن أن تحقق الحد الأدنى من السعر الحراري. فما هو السعر الحراري؟ حيث حددت منظمة الفاو الحد الأدنى المقبول للشخص، ويعادل 2650 سعرا حراريا يحتاجه الإنسان. فالسعر الحراري هو الوحدة الحرارية التي يحصل عليها الجسم من الطعام بعناصره المختلفة،
وهي تعادل كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة كيلوغرام واحد من الماء درجة مئوية واحدة. ويرتبط مفهوم مشكلة الغذاء بثلاثة محاور رئيسية، وهي مشكلة الجوع، ومشكلة سوء التغذية، ومشكلة عدم توافر الأمن الغذائي. فمشكلة الغذاء لا تنحصر بالجوع فقط، وإنما بالمحاور الثلاثة اللي ذكرناها: مشكلة الجوع، ومشكلة سوء التغذية، ومشكلة عدم توافر الأمن الغذائي. أبعاد المشكلة: في المشكلة بعدين رئيسيين، وهو بعد محلي وبعد عالمي. فالبعد المحلي مدى قدرة الدولة على إنتاج الغذاء بما يواكب الزيادات السكانية. أما البعد العالمي ويرتبط بمدى مرونة حركة التجارة الغذائية العالمية وتأمينها في زمن الحرب والسلم. بعد أن تعرفنا على مفهوم المشكلة وأبعادها وعناصر الغذاء الأساسية، يجب أن نتعرف على مظاهر مشكلة الغذاء. فلكل مشكلة مظاهر ودلائل عليها. فمن مظاهر مشكلة الغذاء: واحد، استمرار انتشار الكثير من الأمراض الغذائية، ونلاحظها اليوم مثل الهزال والكساح والأنيميا والعمى الجزئي أو الكلي، ونلاحظها أيضا خاصة في الدول الأفريقية مثل أثيوبيا والنيجر والسودان والصومال كما نشوفها على الخريطة. نلاحظ مع بعض أعزائي الطلاب هذه الخريطة، وهي خريطة لقارة أفريقيا، ونلاحظ اللون الأصفر وهو أكثر المناطق معاناة من مشكلة الغذاء. فنشوف أن الأمراض انتشرت في هذه الدول: أثيوبيا والنيجر والسودان والصومال. المظهر الثاني من مظاهر مشكلة الغذاء: تكرار حدوث المجاعات المتكررة، ونلاحظها خاصة في منطقة حزام الجوع الأفريقي، وهي تمتد من السنغال غربا إلى الصومال شرقا، وتمتد بين دائرتي عرض من 8 إلى 18 شمالا. نلاحظ مع بعض الخريطة، نشوف أن خريطة قارة أفريقيا واللون الأصفر الذي نراه أمامنا هو عبارة عن دول حزام الجوع الأفريقي، وأمثلة عليها السنغال، الصومال، تشاد والنيجر. وهذه الدول تعاني من مجاعة شديدة، حيث نلاحظها أن من أكثر الدول معاناة من مشكلة الغذاء. ومن المصطلحات اللي مرت علينا خلال عرضنا لبعض مظاهر مشكلة الغذاء، مرت علينا الأمراض الغذائية. ما هي الأمراض الغذائية عزيزي الطالب؟ هي الأمراض التي تنتج بصفة أساسية عن نقص في الغذاء، سواء من حيث الكمية أو النوعية. أيضا من المفاهيم اللي مرت علينا الفجوة الغذائية. ماذا نعني بالفجوة الغذائية؟ وهي الفرق بين الإنتاج المحلي وصافي الواردات لمختلف السلع الغذائية. نشوف مع بعض هذا الجدول الإحصائي الذي يبين بعض الواردات من السلع الغذائية الأساسية من عام 1997 إلى عام 2002، ونشوف أن من السلع الغذائية الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان والسكر والزيوت. والسؤال: من خلال الجدول نستنتج أن أكثر السلع الغذائية التي زاد حجم وارداتها خلال الأعوام من 97 إلى 2002 ما هي؟ الزيوت. أيضا حول الواردات الغذائية لعام 2002 إلى أعمدة بيانية، وهنا تأتي المهارة عزيز الطالب. لاحظ مع بعض هذا الشكل البياني، ماذا يسمى؟ أعمدة بيانية. كيف نحول إلى أعمدة بيانية؟ دائما المحور الرئيسي
يكون تدرج للأرقام، والمحور الأفقي هي عبارة عن السلع الغذائية، وبناء على حجم كل سلعة من هذه السلع نضع هذا العمود البياني. فالأعمدة البيانية التي أمامنا هي حجم الواردات من السلع الغذائية في الدول النامية لعام 2002، لعام 2002 فقط. أيضا عزيزي الطالب، لاحظ مع بعض قيمة الواردات من السلع الغذائية الأساسية في الدول النامية من عام 97 إلى عام 2002، أيضا الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان والسكر والزيوت. وهنا نستنتج من الجدول أن أكبر قيمة للواردات من السلع الغذائية هي الحبوب. وأيضا نكرر المهارة مرة أخرى، نريد أن نحول السلع الغذائية من عام 97 إلى عام 2002 إلى أعمدة بيانية مزدوجة. ركز عزيز الطالب، هذا الشكل الذي أمامنا هو عبارة عن شكل بياني، ماذا يسمى؟ أحسنت، أعمدة بيانية مزدوجة، نظرا لوجود عمودين أحدهما باللون الأزرق الفاتح والثاني الغامج، وهو عبارة عن الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان والسكر والزيوت. وعند ملاحظة هذا الرسم البياني، لاحظ، لابد أن نلاحظ مفتاح هذا الرسم البياني اللي موجود على أيسر الشاشة. اللون الأزرق الفاتح هو قيمة الواردات لعام 1997، واللون الأزرق الغامج قيمة الواردات لعام 2002. نشوف الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان والسكر والزيوت، كيف نحول هذه البيانات الإحصائية إلى أعمدة بيانية؟ مثل ما قلنا، دائما العمود الأفقي عبارة عن السلع الغذائية، والعمود الرأسي عبارة عن تدرج الأرقام، وبالتالي نرى كل سلعة قيمة الواردات لكل سلعة غذائية وما يقابلها من رقم، فيظهر عندي هذا الشكل البياني. ونذكرك عزيزي الطالب بمظاهر مشكلة الغذاء اللي تكلمنا عنها، تكلمنا عن مظهرين، وهو انتشار الأمراض الغذائية، اثنين حدوث المجاعات المتكررة. ونكمل مع بعض مظاهر المشكلة، ثلاثة تزايد قيمة وحجم الغذاء المستورد، تزايد قيمة وحجم الأغذية المستوردة. فتزايد الواردات في الدول النامية يؤدي إلى اتساع الفجوة الغذائية، وحنا تكلمنا عن الفجوة الغذائية وعرفناها بأنها هي الفرق بين الإنتاج المحلي وصافي الواردات لمختلف السلع الغذائية. ولاحظ عزيزي الطالب من خلال الرسم اللي راح نعرضه أمامك نسبة النقص في التغذية من خلال عرض عدة أقاليم. ماذا يسمى هذا الشكل؟ يسمى دائرة بيانية، ومن خلال هذه الدائرة البيانية نتعرف على نسبة نقص التغذية حسب الإقليم كما ذكرنا. فرقم واحد اللون الأزرق يمثل آسيا والمحيط الهادي، إقليم آسيا والمحيط الهادي. اثنين اللون الأحمر جنوب صحراء أفريقيا. رقم ثلاثة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. أربعة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. خمسة البلدان التي تمر بمراحل انتقالية مثل منطقة الشرق الأوسط. من خلال هذا الرسم يتبين على أن أكثر الأقاليم في نقص التغذية وازدياد الفجوة الغذائية هو إقليم آسيا والمحيط الهادي كما نشوف في الدائرة البيانية. من مظاهر مشكلة الغذاء أيضا النمو المضطرد للبعد السياسي للغذاء في العالم، حيث تستخدم بعض الدول الكبرى الغذاء كسلاح لمحاربة بعض الدول النامية. نتعرف الآن على أسباب مشكلة الغذاء، والسؤال ما هي أسباب مشكلة الغذاء؟ رقم واحد النمو السكاني، ومن الطبيعي أن بازدياد أعداد السكان يزداد الطلب على الغذاء، حيث بلغ متوسط الزيادة السكانية للعالمية إلى
1.7%، بينما متوسط الزيادة العالمي لكمية الغذاء المنتج 1.8%. ومن هنا نلاحظ أن الزيادة السكانية تفوق الإنتاج الغذائي. نلاحظ مع بعض هذا الشكل وهو الأعمدة البيانية. اللون الأزرق هي الزيادة السكانية، أما اللون الأحمر متوسط الزيادة العالمية لكمية الغذاء المنتج، ومن الطبيعي فهي تفوق، مما يترتب عليه زيادة مشكلة الغذاء. أيضا من الأسباب 2، الارتفاع في مستوى المعيشة، حيث زيادة الدخل يترتب عليها ازدياد في مستوى المعيشة ويترتب عليه زيادة الطلب على الغذاء. ثالثا زيادة الفاقد الغذائي، حيث تتعرض عدد من المحاصيل إلى الآفات الزراعية بسبب قلة الوعي الزراعي وانتشار الكوارث البيئية وأهمها غزو الجراد، كما تتعرض أيضا الثروة الحيوانية إلى الأصابة بالأمراض مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الحيواني. أيضا من أسباب مشكلة الغذاء السلوكيات الغذائية وقلة الوعي الغذائي، حيث تنتشر في بعض الدول قلة هذا الوعي الغذائي. فعلى سبيل المثال زراعة الأرز تطغى على زراعة بعض المحاصيل الأخرى، وأيضا تلعب المعتقدات الدينية دورا فعالا في ظهور هذه المشكلة، حيث أن بعض الطوائف في الهند على سبيل المثال تعظم الأبقار وبالتالي يحرمون على أنفسهم أكلها وشرب البانة. خامسا من أسباب مشكلة الغذاء الانخفاض في كمية ونوعية المنتجات الزراعية. فهناك عوامل وراء الانخفاض في إنتاج الغذاء كانتشار الجفاف وتدهور خطط التنمية الزراعية والتقلبات السياسية وقلة الأيدي العاملة وانتشار الجفاف وقلة رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تدهور خطط التنمية. أيضا يضم العالم 34 دولة مصنفة كأقل دول العالم نموا، من بينها 24 دولة عربية، وهنا تكمن الخطورة. ومما يزيد الأمر صعوبة في مواجهة هذا التصحر اللي يترتب عليه جفاف وقلة الإنتاج، وخاصة منطقة حزام الجوع الأفريقي، فمن المتوقع أن تفقد هذه القارة، قارة أفريقيا، ما نسبة 25% من أراضيها الصالحة للزراعة بسبب هذه المشكلة، حيث يهدد خطر المجاعة في قارة أفريقيا 13 مليون نسمة. صورة واضحة للتصحر وتلف الأراضي الزراعية. ونلاحظ أيضا من هذه الدائرة البيانية فقدان 25% من الأراضي الزراعية بسبب مشكلة الجفاف والتصحر، ويترتب عليها كما ذكرنا قلة الإنتاج الغذائي. بعد ما تعرفنا على مظاهر مشكلة الغذاء، تعرفنا على أسباب مشكلة الغذاء اللي ذكرناها، وصلنا إلى أن فعلا هناك مشكلة غذاء واضحة، وراح نستدل عليها من بعض الأرقام اللي راح نذكرها الآن. ولاحظ عزيز الطالب تأثيرات المجاعة من خلال هذه الأرقام. تعالت عدة أصوات في يوم الغذاء العالمي لعام 2007 على أن هناك مخاطر في توسع استعمال المحاصيل الزراعية لاستعمالها كوقود بيولوجي على حساب محاصيل أخرى، مما يترتب عليه انتشار المجاعات في العالم. أيضا إنتاج 50 لتر من الوقود البيولوجي يحتاج إلى 200 كيلوغرام من الذرة. أيضا 200 كيلوغرام من الذرة تكفي لتغذية إنسان لعام كامل. ومن الملاحظ أن أسعار المواد الغذائية المستعملة في إنتاج الوقود البيولوجي قد ترتفع إلى أعلى معدلاتها حتى عام 2010. أي ارتفاع نسبة 1% من أسعار هذه المواد الغذائية سيضيف حوالي 16 مليون إلى أعداد المتضررين من المجاعة في العالم. تعرفنا عزيز الطالب على مفهوم مشكلة الغذاء وأبعادها، ومن ثم تعرفنا على مظاهر المشكلة، ومن ثم
تعرفنا على أسباب هذه المشكلة وأخذنا أدلة على تفاقم مشكلة الغذاء خاصة في الدول النامية وبالتحديد قارة أفريقيا. راح نراجع ما أخذنا عزيز الطالب من خلال هذه التدريبات. تابع معي، ما اسم المدينة التي تأسست فيها منظمة الأغذية والزراعة؟ الفاو. ما اسمها؟ أحسنت، مدينة كويبك في كندا. السؤال الثاني، دلل على صحة العبارة التالية، لمشكلة الغذاء مظاهر عدة. ما هي مظاهر مشكلة الغذاء عزيز الطالب؟ أحسنت، ألف استمرار انتشار الكثير من الأمراض، ب تكرار حدوث المجاعات في كثير من دول العالم، جيم تزايد حجم وقيمة الواردات من السلع الغذائية، دال النمو المطرد للبعد السياسي للغذاء في العالم. السؤال الثالث، اذكر نماذج لدول تعاني من مشكلة الغذاء. تكلمنا على أن هناك دول تعاني من مشكلة الغذاء بشكل كبير وهي دول منطقة حزام الجوع الأفريقي، ما هي عز الطالب؟ نستذكرها مع بعض؟ أحسنت، منغوليا، أثيوبيا، السودان، النيجر، جواتيمالا، وبوليفيا. بهذه التدريبات عزيز الطالب وصلنا إلى ختام الحلقة، وراح نستذكر مع بعض بعض النقاط الرئيسية اللي تكلمنا عليها. فتعرفنا في بداية الحلقة على أهمية مشكلة الغذاء، وقلنا أنت راح نتعرفها من خلال أربع جوانب رئيسية. الأول مفهوم المشكلة، والثاني مظاهر المشكلة، والثالث أسباب المشكلة، وأخيرا طرق العلاج. ومن ثم تكلمنا عن بعض المظاهر الدالة على وجود مشكلة الغذاء وتعرفنا عليها، وأخيرا تكلمنا عن أسباب مشكلة الغذاء وأخذنا بعض الأمثلة كدول حزام الجوع الأفريقي في قارة أفريقيا، وتعلمنا مهارة مهمة اللي هي تحويل الجداول البيانية إلى رسومات بيانية. بهذا العرض الموجز لمشكلة الغذاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا لمتابعتكم.